كتير قلت لك إياك أن تتخطى الحدود، فمن تخطى الحدود قلما يعود. ربنا جل جلاله قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تقرب من حدود ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. انتبه لقضية الحدود، إن ربنا حد حدودا، حد حدودا فلا تعتدوها، لا تقربوها، ما تقربش من حدود ربنا. وحدود الأصول، حدود المفاهيم والعقول، العقل له حد، ما تخليش عقلك يتخطى الحدود، ما تخليش عينك تتخطى الحدود، ما تخليش كلامك يتخطى الحدود، حدود الأدب، ما تخليش ودنك تتخطى الحدود إنها تتسمع للغلط، ما تخليش عقلك يتخطى الحدود إنه يفكر في حاجة غلط. ألزم الحدود، حراسة الحدود. ولما نقول برضو لا تتخطى الحدود بالزيادة، إياك أن تنقص عن الحدود. شوف بقى كلمة سيدنا أبو بكر اللي دايما لا تفارقني: أينقص الدين وأنا حي؟